أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله صدق الله العلي.